السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ضمن فروع الذكاء الاصطناعي ان هو يقدر يعمل شات معاك، يقدر ان هو يتكلم معاك، يبقى فاهم ال NLP، فاهم اللغات البشرية، ويقدر ان هو يتحاور معاك. والاختبار حقيقي ان لو انت متعرفش ان هو ذكاء اصطناعي، يعني مثلا دخلت على فيسبوك ولقيت صديق، يعني اسم شخص فريند او صديق، وقعدت تدردش معاه وما اكتشفتش في خلال المحادثة دي ان ده كمبيوتر، فده حاجة ممتازة، يبقى كده هو عدى من الاختبار. طبعا أشهر واحد فيهم هو الشات GPT، وأغلب البرامج التانية معتمد عليه، يعني أغلب الباقي بياخد منك الحاجة، ويعني سنسور يروح بعيد على شات GPT وياخد الإجابة من شات GPT ويرجعها لك، لكن كل واحد فيهم بيبقى متميز في حاجة أو عنده نقطة إضافية. شات GPT بكل بساطة كأنك بتكلم حد صاحبك يعني، فممكن تسأله أي سؤال، مثلا ما هي أهم الأحداث أو ما هي أهم الاختراعات والاكتشافات الإسلامية مثلا. يبدأ إن هو يشوف المعلومات ويبدأ إن هو يتكلم معاك. شات جي بي تي ده اول واحد. طيب ده ممكن تبقى موجود معاك على الموبايل، او انا مسطبه هنا في التطبيق اهوت، مجرد ادوس عليه بيبدا ان هو يساعدني في لو في بحث او في معلومه بدور عليها بيبدا ان هو يجيبها بالشكل دوت. بتبدا تكتب له السؤال، هو بيسألك بقى انت عايز الإجابة من النت كله، ولا عايزها من الدومين ده بس، ولا من الصفحة دي بس. طيب تعال ندخل على اللي بعده. ده بيتكلم شخصية معينة، يعني تبدأ تختار شخصية معينة وتبدأ ان انت تسأله بعض الأسئلة وهو يجاوب عليها. طيب بينج ده المحرك البحث بتاع مايكروسوفت، تقدر تيجي وتبدأ ان انت تعمل معاه شات، هتلاقي فوق كلمة شات اهي تدوس عليها وتسأله اي سؤال هو يبدأ يجيب لك الإجابة. فيبدأ يجاوب عليها وفي نفس الوقت بيجيب لك الأهم الموقع اللي انت ممكن تلاقي فيها الإجابة. ده برضو موقع تقدر ان انت تعمل شات معاه. وصدور الموضوع ادمان، يعني بدل ما تسأل حد من الاصدقاء تقدر ان انت تقول له انا عايز اجابة اكاديمية او كذا، وتسأله الاسئلة اللي انت عايزها. ده ممكن تقول له اكتب لي مقال مثلا، يبدا ان هو يكتب لك المقال، يعني عايز مقال مثلا، مطلوب منك مقال عن السحالي اللي شغاله اللي عايشه في افريقيا، يكتب لك المقاله ديت 20 صفحه، مجرد ان انت قلت له عايز مقال عن موضوع معين. دي بعض المواضيع، مجرد ان انت تيجي هنا وتقول له مثلا عايزك تكتب لي عن اي موضوع، ويقول لك انت عايز تستخدمه في ايه، هل وصف فيديو ولا عايزها بلوج ايديا اوتلاين. وهنا مثلا بعض الكلمات اللي ممكن تساعد، يبدا هو يكتب لك، وتقدر تختار اللغه وتقدر تختار التون او اللهجه اللي هو يتكلم بيها. خلال ثواني تبدا تظهر الفقره اللي احنا عايزينها. طيب هنا بعد ده في اكتر من حاجه تقدر انت تعمل شات معاها، تقدر تعمل شات مع GPT-4، مع GPT-3.5، مع كلاود، مع كل شويه بيزودوا تولز كتيره، دراجون فلاي. طيب بعد كده بتلاقي كوبي ماتيك وتقدر انت تدردش معاه. وكذلك كوبي مونكي دوت اي اي، تختار موضوع وتبدا ان انت تناقش معاه.
تمام. يعني انت بدل ما تكتب وصف مثلا زي كده للمنتج بتاعك، نفس الكلام ده اديهوله وهو يبدأ ان هو يكتب لك مقالة كاملة عنه وبالصيغة اللي انت عايزها. ده برضه نفس الفكرة، جاسبر برضه نفس الفكرة، بس جاسبر اعتقد بفلوس. هما كلهم بيبقى فيه نسخة مجانية ونسخة ادفانسد او فيها كلام اكتر بفلوس، لان كله معتمد مثلا على شات جي بي تي او المحركات او بيكلف اصلا هو كتير عشان يديك النتيجة ديت. طيب برضو في مواقع تانية زي ديت، هسيب لكم الروابط كلها في الفيديو بحيث ان انت تجربها، اتمنى تعجبكم ان شاء الله.